للناس بقى ذا بيست، الجوائز، جائزة الأفضل اللي من قبل الاتحاد الدولي ماشية ازاي، نظامها عامل ازاي، نعرفها للناس بشكل أكبر. هي بتختلف عن جائزة البالندور. البالندور دي تبع صحيفة البالندور في فرنسا، وبتعتمد في البالندور على موسم واحد، يعني مش الموسم دوريات أو تشامبيونز ليج، عكس ذا بيست. ذا بيست تبقى السنة كاملة سنة ميلادية كاملة. بالظبط، فبيدخل فيها بطولات المنتخبات. صحيح. فكأس العالم هي الأهم في ذا بيست، حتى في كل الترشيحات كل حاجة. كأس العالم كل اللي ترشحوا أبرز حاجة عملوها كانوا في كأس العالم. صحيح. النظام بيبقى على 4 مراحل التصويت. التصويت بيبقى الجمهور ده بيتاخد منه 25%، وبعد الجمهور بيبقى فيه المنتخب مدربين المنتخبات مدربين وكباتن بالظبط، المنتخبات زي وبعدين البالون دور ثلاثة برضه. الكباتن و4 الصحفيين. وأعلى ثلاثة، الأول بيبقى 5 نقط، والتاني بيبقى 3، والتالت بيبقى نقطة، وبيجمعوا النقط على ال4 مراحل التصويت ويشوفوا مين اللي هيكسبها بالأسلوب ده. فكل الاختيارات المرة دي كانت أغلبها لو بتلاحظ فيها ان كل اللي عملوا حاجه في كاس العالم، عكس طبعا بالندور كانت دوريات. يعني انت هتشوف حتى في الحراس حارسين تالقوا في كاس العالم، ياسين بونو وميليانو مارتينيز مثلا، مش موجود اليسون رغم انه عمل موسم ممتاز مع ليفربول وكان بينافس ووصل فاينل تشامبيونز ليج، بس عشان خروج المنتخب البرازيلي من دور الثمانيه فالناس بس اختارت في وكمان التصويت نتائج ليفربول في الاونه الاخيره بالظبط مش هي بالظبط. احسن حاجه في الدوري رغم الانجليزي النتائج الدنيا. الاخيره، هو متقوى احسن لاعب في الفرقه ويشيل كتير، يعني هو لولا كان هيبقى الاسكورات اكبر. طب بص، اصلا الناس كلها قالت لك خلاص الجايزه دي محسومه المره دي لميسي، لان الراجل خد كاس العالم، هياخد ايه تاني عشان يبقى صاحب افضل لاعب في العالم؟ يمكن البالون دور لما ادوها لميسي في اللقب قبل الاخير، قبل اللي حصل عليه كريم بنزيما، الناس كلها قالت كان في مجامله صارخه لميسي، ولكن المره دي ميسي بدراعه هو افضل لاعب في العالم من وجهه نظري. ليه شايف ان الناس كلها رايحه لحته ان ميسي هو الاحق بهذه الجائزه؟ بسبب الاداء اللي عمله في كاس العالم، يعني اداء استثنائي، كان احسن لاعب في كل الماتشات مع منتخبه، تاني هداف لكاس العالم، جاب 7 اجوان، صنع 4 اهداف، اداؤه في الملعب يعني كان بيصنع، وكل الفرص جايه عليه، كل اللعب بيعتمد على ميسي بس. والراجل يعني وبادئ مع باريس الموسم ده، يعني لو احنا في السيزون بادئ بدايه من قبل كاس العالم، بادئ بدايه مثاليه. يعني هو كان واضح ان هو مركز، ان كاس العالم عكس السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كان سنه سيئه جدا لميسي في حاله الاداء. صحيح. والاهداف يعني جاب 6 اجوان مع في الموسم كله كان مع باريس، فيعني ده مش وهي ده ميسي. النقله اصلا بتاعت باريس سان جيرمان دي، هي النقله في بدايتها ما كانتش بيقول ان افضل هو ما شيء. كانش بيقول كان الكلام بتاع ان هو يعني ما كانش لسه عارف يتاقلم وما كانش مبسوط، الراجل طول عمره في برشلونه صحيح. فبقى في باريس. فكاس العالم الاداء اللي عمله يعني هيخليه ياخد الجايزه، بس واضح ان هو كان مركز قوي، كان مركز من قبل ولابب اللعيبه حواليه، واللعيبه عايزه تعلي من قبل ميسي البطوله، باي شكل من الاشكال. من قبل البطوله هو مركز مع باريس، وحتى بعد ماتش السعوديه كلهم اجتمعوا قالوا احنا يعني هيبقى في انطلاقه جديده، وبنوعد الناس ان احنا نوصل فاينل، وقدروا يحققوا البطوله. وحتى هو في الفاينل قدم يعني اداء عظيم ويستحق، لو هيكسبها هيستحق لو على اداء كاس العالم.